الحمد لله. وعزة وانا بينكم لأدعوكم وأدعوكم للحضور إلى وجهتنا وأدعو كل هذه القبائل الحاضرة هنا كما أوجه شكري وتقديري وخالص امتناني إلى لجنة التواصل والتي تمثلت هي الشيخ عبد الحميد المخلصيني ومحمد حميد وحسن الجعفري والدكتور عبد الحكيم وحمرة. كما أشكر المجلس الاجتماعي بني وليد وكل الحضور الذين رعوا هذا الاجتماع من شيبا وشباب. أكرر شكري وتقديري ودعوتي إليكم وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. شكرا. وثيقة الوفاق الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه ليبيا بعد أن تمكن منها الظلاميون وأبناء الاستعمار الحديث وأشباه الليبيين نتاج المدرسة الغربية والذي صار فيه الأمن والأمان طموحاً بعيد المنال وصار اللصوص والمجرمون يعيثون فساداً في كل مكان. فإن قبائل ورفلة وترهونة وورشفانة والنواحي الأربعة تؤكد على الآتي: أولاً إن التلاحم المتين والضارب في عمق التاريخ بين هذه القبائل هو عصي على المتربصين ومستحيل على الشامتين. ثانياً على كافة أبناء الوطن نبذ الفرقة والخلاف وتصحيح المفاهيم والكف عن الاقتتال الليبي والليبي لنقاتل عدو الأمة الأزلي مستعمر البلاد ومنتهك سيادتها. عدونا واحد والمستهدف هو النيل من عزة وكرامة وخيرات وطننا الواحد. ثالثاً نؤكد على التواصل الدائم والتنسيق بين القبائل لن ينقطع ولن يتأثر بأفعال المجرمين والمخربين ولن نتهاون مع كل قاتل أو مجرم أو أي مستهتر يحاول العبث بالأمن المجتمعي وأن يسيء إلى البلاد أو المدن وبالأخص ذات الجوار. رابعاً نعلن عن رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يقدم أو يشارك في أي من أعمال القتل أو الخطف أو الحرابة وإنه لا مكان لهم ولا مهوى في هذه القبائل. خامساً نحيي أبناء قبائلنا على وقوفهم أو وقفتهم الحازمة وتصديهم لهذه الجرائم مهما كان مدبريها ومنفذيها. سادساً شعوراً منا بأن الحوار بين القبائل هو السبيل الوحيد لحل المشكل الليبي نؤكد على رفضنا لأي حل يأتي من خارج ليبيا أو يصاب خارجها. سابعاً تشكل لجنة متابعة من كل القبائل المذكورة لوضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموافق 18/10/2016. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أمر يوصل إلى المحبة بين الناس، إلى لم الشمل، إلى توحيد الكلمة، إلا وأمر الإسلام به. وما من أمر من شأنه أن يقطع ويشتت ويفرق إلا وحذر الإسلام منه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، إخوتنا، أهلينا، جيراننا، نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، أيها السادة، حكماء وأعيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وقبائل النواحي الأربعة وقبائل ورشفانة، الشكر موصول أيضاً للجنة التحضيرية لقبائل والمدن الليبية. أيها الإعلاميون، أعيان وحكماء ومشايخ ترهون الأفاضل، نقول لكم من مدينة ترهون بجميع مكوناتها أهلاً وسهلاً ومرحباً. نحن سعيدون وفخورين بحضوركم. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن ضيوف وأنتم أهل الدار. فرصة طيبة مباركة أثمن عليها ونباركها ونبارك هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه الفرحة، هذه الوجوه المستبشرة خيراً لليبيا والوطن، تسعى للم الشمل، تسعى لتوحيد الصف، تسعى لتوحيد الكلمة. والهناء والوئام لكل الليبيين. الشكر موصول لكم جميعاً. حياكم الله وحيا ممشاكم وبارك الله فيكم. نسيجنا واحد لن يتمزق بإذن الله. نحن عاجزون عن الشكر، نحن عاجزون عن هذا الموقف، كما قال الشاعر: وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. الشكر
والتقدير والاحترام والثناء لقبائل برفلة بجميع مكوناتها الذين قدموا وساعوا في هذا الجمع المبارك. نقول لكم جزاكم الله خيراً، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. أرب العزة حرم الخراب والفساد وشرع القصاص لردع المجرمين، لردع المفسدين، لردع المخربين أينما كانوا، واعتبره عدواناً على حق البشرية كلها في الحياة. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. نحن لا نريد ترهونه إشعال الفتنة، لا نريد الإفساد في الأرض. رسول البشرية قال: أعطوا الطريق حقها، وحذر المسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. ترهونة تريد الطريق آمن لكل الناس، لا تريد الانجرار وراء الانتقام. ترهون تريد الأخوة، تريد الخير لكل الليبيين. ترهون تريد السلام، ترهون تريد التسامح، ترهون تريد التصافح، ترهون تريد الهناء، ترهون تريد الوطن. نحن أهالي ترهون نقدم الشكر والتقدير والاحترام للناس المخلصين الذين يسعون ويعملون من أجل وحدة الصف ولملمة الجراح للليبيين. الفتنة بين الناس حرمها الله ورسوله، وقال عنها صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أيها السادة الكرام، أيها الجمع المبارك، أيها الوجوه الطيبة، ليبيا تهمنا جميعا، كلنا مسؤولون محاسبون عليها أمام الله في أي تقصير. اللهم يا الله ندعوك في هذا الجمع المبارك، اللهم اجعل السلام والأمان والاستقرار يعم بلادنا، واحفظنا واحفظ بلادنا، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. وفقكم الله وهيا ممشاكم، ودمتم ودامت ليبيا بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باسم المجلس الاجتماعي لقبائل مرفلة، من خلال ما يحاكم البطل من مؤامرات ودسائس وتمزيق النسيج الاجتماعي ونهب خيراته وتدمير واقتصادنا الوطني وعودة المستعمر إلى أرض الوطن عن طريق أدنابه وبقايا الاستعمار. ومن هنا يتطلب علينا رفض الصفوف وتوحيد اللحظة الوطنية للنهوض بالوطن والحفاظ على المقدرات ما يمكن تحقيقه. فإن موقعنا الجغرافي للقبائل المجاورة وداخل الروابط الاجتماعية الواحدة يقر علينا كأهل الوطن في الحفاظ عليه. فإن أعضاء المجلس الاجتماعي واللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل والمدن الليبية لما قامت به من
سد رأس الصدع بين الإخوة والجيران، وما توصلت إليه في توحيد الصف ونزع بين الفتنة، وها هي تجتمع تحت سقف واحد تصافحت فيه القلوب النقية الصافية قبل أن تمد الأيدي لتصافح. ومن خلال ما وجدناه من قبول وترحاب ورحاب الصدر من قبائل ترهونة المجاهدة، الأمر الذي دفعنا نشكشف الرحال مضي قدما في دفعة قوية، هذا يدل على صفاء جريرة والنية الصادقة للحوار وعافوته قبائل والسفانة سبع طول. وجدالك سبع طول دقت قبولها لاستقبالنا بحفاظة وسرور وفرح يعم ولية برشفانة. وعند بداية النقاش لم نجد إلا كلمة واحدة وهي يا ورملة، ما جئت به ما جئت من أجله فهو لكم دون قيد وشرط. فمن هنا نقدم جزيل الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لقبيلة ترهونة وقبيلة مرشفان، كما نقدم جزيل الشكر لجميع قبائل النواحي الأربعة وإلى الحضور الكرام وإلى اللجنة التحضيرية للقبائل والمدن الريبية التي تواجدت في اللحظات الأولى. ويطيب لي في هذا اللقاء الذي يجمع المحبة والود والاحترام التي يستخلص في أصلاب وثيقة واتفاق اجتماعي يضم كافة القبائل الذي يدعى إلى الاحترام والتعايش السلمي والحفاظ على أبنائنا وفتح طرقاتنا، كما نهني في هذه اللحظة المباركة السعيدة التي تعمها الفرحة والبهجة والسرور لقبيلة ترهونة وقبيلة برشفانة على هذا اللقاء الذي تفرح فيه الأنفس والذي يسرق القلوب وفقكم الله. أنا الهادي همني قصب وشير محلة المطار من النواحي الأربعة. قمنا بمصالحة بين ورشفانة وقصر بوشير، وتم وثيقة عهد ووفاق بين مدينة ترهونة وقبائل ورفلة وورشفانة وقصر بوشير والنواحي الأربعة بصفة عامة على أساس توحيد الصفوف بينهم والوفاق إن شاء الله للأمام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد معمر دياب عضو مجلس الأعيان والحكماء بترهونة، يأتي هذا الملتقى اليوم في إطار لم الشمل بين الليبيين ورأب الصدع الذي وقع داخل المجتمع الليبي وإصلاح الأخطاء التي وقعت بالنسيج الاجتماعي الليبي. وقد توج هذا الملتقى ببيان لعل أبرز نقاطه هو رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، وأن الليبيين قادرون على إيجاد حلول داخل بلدهم. نلتقي اليوم في مدينة ترهونة، ترهونة الجهاد، ترهونة الكرم والضيافة. نلتقي مع إخوتنا من قبائل ورشفانة وقبائل بن وليد وقبائل النواحي الأربعة، وذلك لرفع الصدع الذي وحز الخلافات وفض النزاعات. نكثف جهودنا من أجل توجيه وتوعية من اختطفتهم السبل، من اختطفتهم السبل وتاهوا عن الطريق من أبنائنا، وذلك لإرجاعهم إلى طريق البناء والتعمير. وهذا لم يتأتى إلا بوعينا وثقافتنا ونصحنا ورشدنا لأبنائنا. فنرحب بأخوتنا من قبائل ورشفانة وقبائل بن وليد وقبائل النواحي الأربعة، ونشكرهم ونشكر أخوتنا في قبائل ورفلة على هذه المجهودات الجبارة الذي قاموا بها لفض النزاعات والخلافات وربع الصدع، وذلك من أجل بناء مجتمع خالي من القتال، خالي من الحرابة، خالي من السرقة، خالي من التهريب، وذلك من أجل ليبيا ومن أجل بناء ليبيا ومستقبل أجيالها الواعد
ومستقبل أجيالها الواعد، ومن أجل أن تأخذ مكانة لائقة ومرموقة بين دول العالم، ومن أجل أن نضع اقتصادنا على المسار الصحيح، فإن ليبيا أمانة مقدسة ومسؤولية وطنية وبلد كل الليبيين، فالدفاع عنها وحمايتها ليست حكرا على مدينة معينة أو بلدة معينة، وإنما علينا واجبات ولدينا حقوق يربطنا فيها نسيج اجتماعي واحد، ويربطنا بها رباط ليبيا الموحدة المتحدة بعربها وأمازيغها وتبوها وطوارقها ونسائها ورجالها. فنشكر الأخوة الذين قاموا بهذه المجهودات من أجل المصالحة ونزع الخلافات والفتنة وأطفائها، نشكرهم ونعيد لهم الشكر.